كيفكم؟ شو اخباركم؟ فصار اشي اخر يومين اللي هو يوتيوبر عندها 5.5 مليون اسمها سكينة، كتير كنت اتمسخر عليها كتير قررت تترك اليوتيوب، وكتير منكم طلبوا مني احكي عن الموضوع خاصة انه كتير كنت احكي عنها، وفي نسبة ناس حطوا اللوم علي انه هي تركت اليوتيوب. اولا خلينا نحضر الفيديو تبعها. حابة احكي لكم انه هذا هو اخر فيديو حينزل على قناتي على الاطلاق. الموضوع مش مقلب للأسف. بحزن الموضوع انه اضطرت تحكي الموضوع مش مقلب قد ما في يوتيوبرز عملوا حالهم بتركوا اليوتيوب. ليش هيك بتعمل؟ ليش هيك اليوتيوبرز مريضين؟ من سنة بالضبط بدأ يجيني احساس اني حابة اوقف، اني الفيديوهات ما عادت تساعدني زي اول، ما عادت هي شغفي في الحياة. فأعطيكم المختصر العام عشان الفيديو صراحة عاطفي وجد، يعني زعلت لما حضرته. مبدئيا هي تركت اليوتيوب عشان بطلت تحس حالها إلها شغف للموضوع. هلا بنحكي أكثر عن الموضوع ليش ممكن صار هيك إشي، بس يعني لو نطلع على قناة سكينة هو صراحة أداءها كتير كويس على اليوتيوب، أرقامها كتير كويسة. هلا شفنا يوتيوبر تركوا اليوتيوب قبل، مثلا دايلر قبل 7 شهور أعلن اعتزاله عن اليوتيوب، بس دايلر حالته مختلفة عشان هو يوتيوبر كانت مشاهداته كتير عالية بعدين وطيت، غالبا أثر على نفسيته الموضوع هيك. بس كمان حنحطه بعين الاعتبار بهذا الفيديو. سكينة بعده أدائها كتير كويس وفيديوهاتها حلوة وعم تجيب 2 مليون على الفيديو بالراحة، فواضح انه المشاهدات ما كانت سبب من أسباب تركها لليوتيوب. وصلت لدرجة انه مؤخرا الإحساس صار قوي جدا لدرجة صرت مش عارفة أنام، مش عارفة أفرح. الفيديوهات صارت سبب لي زي أزمة نفسية. الشعور اللي هي عم توصفه بضمن لكم انه 90% من صناع المحتوى حسوا فيه بنقطة من النقطات. ليش هذا الاشي بصير؟ هي شوي بدها تفسير شوي، فخلوني اشرحه كمان شوي، بس خلينا ادخل الموضوع بسيط بالاول. كيف نحط اللوم علي انه هي تركت؟ كيف 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 كيف؟ كثير وصل لي مسجات على الانستغرام انه عمر انت كنت سبب باعتزالهم. شوفوا هلا انا عملت كتير فيديوهات عن سكينة، بس انه سكينة كانت متقبلة انه عادي بتعلق على الفيديوهات وهيك، بس من طرفي انا بعتذر لسكينة لو عملت عليها اي ضرر نفسي او شكلت اي ضغط عليها، سواء كان او ما كان سبب من اسباب تركها لليوتيوب. هلا سوري شوي حفضفض من عندي ماشي، بس انا محتوي مش انتقاد، محتوي تعليق ساخر، يعني مش شرط احكي عن اشي غلط قد ما ممكن احكي عن اي اشي بس اعلق عليه بطريقه ساخره عشان اعمل فيديو مسلي للي بيحضرني. انا هدفي بالاخير اعمل فيديو مسلي اللي بيحضرني وبضحكه، لا يعني انه الاشي اللي بحضره دائما غلط، عادي ممكن يكون فيديو حلو والناس بتحبه، بس انا من ناحيتي بطلع محتوى من هذا الموضوع وبحاول اسلي المشاهد اللي بحضر. وصلت لدرجة انه مؤخرا الاحساس صار قوي جدا لدرجة صرت مش عارفة انام، مش عارفة افرح. الفيديوهات صارت تسبب لي زي ازمة نفسية وخنقة. هلا فيها كم من شغله لازم نفهمها عن مجال الشغل بالسوشيال ميديا. اولا مجال الشغل بالسوشيال ميديا له ايجابياته كثير، ما حكذب، في ايجابيات انه مثلا ماديا كويس، مع انه في ناس بتاكل علامه صفراء كل شوي بتاكل، بس في لها سلبيات كثير. اولا حياتك تحت المجهر، كل حركه بتعملها تحت المجهر، كل الناس بتطلع عليك، كثير ناس بتعتبرك قدوه، هاي كلها وزن على الشخص. التعليقات السلبية احيانا بتحس انه التعليقات اللي بتيجي وكلام الناس ما بيفكروا فيه، ما بعرف لو هي شغلة انه الشخص بيكون ورا شاشة فبحس حاله ما عم بضر الشخص اللي قدامه، بس تعليقك السلبي جد بضر. انتقد المحتوى عادي، ما عجبك اشي احكي عادي، بس اسلوبك، الاسلوب هو كل اشي. انت ما بتعرف الشخص اللي قدامك بايش عم بمرق حاليا. وعن تجربة شخصية صراحة انا شخص ما بتأثر بآراء الناس بالمرة، بس احيانا بكون بحالة معينة جد بكون خلص ويجيني تعليق سلبي جد كتير بأثر عليه، فدايما قبل ما تكتب تعليق فكر مرتين. انتقد محتوى عادي، بس ما تيجي على الشخص تحكي له طريقة حكيك مش حلوة، نطقك للحروف غلط، شغلات ما بيقدر يغيرها بحاله. ممكن لاحظت انه عم بحكي عن حالي كتير، بيجيني شيء تعليقات انه مخارج الحروف تبعتك غلط. ابصر شو، ما بقدر اغير هاي الشغلات، مش عاجبك طريقة حكي ما تحضرني اوكي، بس ما بقدر اغير هاي الشغلات وحتأذيني لما تحكي لي هيك. المهم اوكي، بعدين 2 هلا لما مشاهدات الشخص ارتفع بتبلش تحس بمسؤولية انه لازم اقدم احسن نوع محتوى، لازم اقدم اشي كثير مسلي للمشاهد هذا، عشان كمان في ضغط انك بتخاف تخسره. يعني ممكن تعمل فيديو تسليكي واحد يجي واحد من متابعينك اللي بيحضر كل فيديوهاتك يحضره بهاي اللحظه يقرر انه بدوش يتابعك كمان مره خلص، عشان انت عملت فيديو تسليكي مثلا او ما سليته كفايه. هذا الاشي بيعمل عليك ضغط. وكمان في نقطه انه لما تكون بتعمل محتوى كرياتيف، محتوى فيه نسبه ابداع، مهم كثير انه تكون مرتاح. هلا كلكم بتعرفوا عن قناتي الاولى صح، كانت فلوجات شغلات غبيه
كثير. لا قناتي الاولى تركتها لسببين، ماشي. اولا عشان كثير كانت مدعومه من اخوي وحبيت اطلع لحالي. اثنين المحتوى ما كنت مرتاح له. فلما ما تكون مرتاح مثلا للشغل اللي بتعملها، هذا بنطبق على كثير مجالات بحياتنا، فشيء بفيدكم. اي شيء اي مجال بالحياه بيطلب منك انك شوي تكون مبدع. لما ما تكون مرتاح للشغله ما بتقدر تعملها، حتضلها تاثر عليك سلبيا لحد ما توكلك من جوا. اخر شيء اظن هذا اللي سكينه عم توصفه، بصير التصوير مثلا عبء عليك، بصير تتضايق انه لازم اصور هلا، بصير شغلك عبء عليك. هذا الشيء اسمه البيرن اوت اللي كثير سمعته فيه. اوكي اسمعوا هذا التفسير لمعنى البيرن اوت، كثير كثير هيك اجعل بقول لك. كثير صناع محتوى بيوتيوب وصفوا البيرن اوت بانه شعور بالتعب العام وعدم الفخر بالمحتوى اللي بتقدمه. لما تدخل بيرن اوت بتبطل مبسوط من المحتوى اللي بتقدمه. لما اكون بلشت اتعب نفسيا بطل افخر بفيديوهات، بطل انبسط من فيديوهاتي. هاي يوتيوبر عندها مليون، دارسه طب نفس، تحكي تجربتها، تحكي انه الانترنت اشي دائما شغال، ما في وقت الانترنت ما بكون شغال فيه، فانت لازم تشتغل دائما طول اليوم، وما بيطلع لك وقت تدير بالك على حالك، ما بيطلع لك وقت لحياه شخصيه، لا شغلك دائما، شغلك هو تلفونك. تكون قاعد مع ناس ومبسوط، بفتح تلفوني بتذكر شغلي، بفتح انستغرام بتذكر، تطلع عليه بتتذكر شغلك. شغلك دائما معك بايدك، شغلك ما بتقدر تتركه بمكان، شغلك ما له دوام محدد، لا شغلك دائما موجود. هلا حكينا قبل كيف السوشيال ميديا سيئه للشخص، يعني شغلك دائما بايدك، دائما بتاخذ الريورد محصول شغلك بسرعه. انا بعمل فيديو بضحك هلا بشوف الناس تفاعلت عليه، هلا بوصلني هرمون سعاده على مخي انه الفيديو سوى كويس، بنبسط. مزاجك بصير يعتمد على الارقام. هذا الاشي ما بياثر بس على شغلك، لا بياثر على حياتك كامله. هلا انا مثلا حاليا ما بقدر ادرس عشاني تعودت على الريورد تيجي بسرعه، تعود على المحصول يجي بسرعه. هذا كله من السوشيال ميديا. انا متعود انزل ستوري اشوف رياكشنز عليه، انا متعود انزل بوست اشوف لايكات عليه، فبطلت اقدر اركز بالدراسه عشان الدراسه ما بتعطيني دوبامين، ما بتعطيني هرمون سعاده بسرعه، ما بتعطيني اللي بدي اياه، مخي بدي اياه. فهذا الشيء كثير بياثر على نفسيه صانع المحتوى وهو مش عارف اصلا. بيديباي اكبر صانع محتوى بحكي عن البيرن اوت، بحكي لك كصانع محتوى وجودك لازم دائما يكون بتطور، انه شغلك بيعتمد على التطور دائما، لازم ضلك متطور. اذا وقفت توقع. اللحظة اللي بتبطل تتطور فيها هي اللحظة اللي ممكن تختفي فيها. هلا لازم تفهموا انه منصات السوشيال ميديا مش معمولة لصناع المحتوى، معمولة للمشاهدين. ايش يعني؟ يوتيوب مصمم انه يحسن تجربة المشاهد مو يحسن تجربة صانع المحتوى. ولما يعمل تغييرات بالخوارزمية تبعته، طريقة شغله، بالطريقة اللي الفيديوهات بتنعرض فيها، فيديوهاتك تتورجى للناس، لما يعمل تغيير ما بحط براسه انه صانع المحتوى شو راح يصير فيه. وهذا الاشي كثير بيعمل تأثير على صانع المحتوى. ليش؟ تخيل انه بالجامعة الدكتور كل يومين بغير طريقة اعطائه للعلامات، يعني ممكن يوم يعطيك علامة على المشاركة، يمكن يوم يعطيك علامة انه شافك تكتب نوت، ممكن يوم يعطيك علامة انك ضليت ساكت. فاليوتيوب بضل يتغير، يوم رح يدعم المحتوى العائلي، يوم رح يدعم المحتوى الفلاني، يوم رح يقرر انه محتواك المشاهدين بطلوا كتير مهتمين فيه فيخسفك، خلص يخفيك. ويوم مثلا ممكن توكل مخالفة على اشي انت مش عامله، وما في تواصل مع المنصة، ما بتقدر تحكي مع مديرك، لا خلص انت اكلتها. بس يوتيوب مش فارقة مع صناع المحتوى، يوتيوب فارقة مع المشاهد. يوتيوب فارقة معه انه المشاهد يضل على الموقع فترات طويلة، فحيضل يعرض له المحتوى اللي حيخليه يقعد على المنصة اكثر. هيك الخوارزمية تشتغل بالاخير، هيك معظم منصات التواصل الاجتماعي. فهذا الاشي تأثيره كتير سلبي على صانع المحتوى. وكمان شغلة بتلعب دور، بيئة العمل تاعت السوشيال ميديا توكسيك، سيئة كثير. اولا تنافسية كثير. هلا هاي إيجابية وسلبية. ليش؟ يكون في كتير تنافس، يعني المحتوى اللي حيطلع أحلى. دائما لما يكون في تنافس بشغلة حيصير يطلع شغلات أحلى منها، عشان كل حدا بده يشد حيله ويعمل أحسن ما عنده. من ناحية سلبية إنه الناس بتبلش تقارنك بصناع المحتوى اللي بيعملوا نفس محتواك. وفي شغلة التقليد كمان، مثلا سكينة كتير يوتيوبرز بقلدوها، وشغلة التقليد بتضايقك. يعني مثلا في حدا حاليا هاي الفترة صور العرض تبعتي كوبي بيست، رحت غيرت ستايلي 100% بس عشان هذا الشخص عم بقلد فيه، مونتاجي غيرته 100% صار يقلده كمان. هاي الشغلة بتضايقك، عشان انا طلعت بهذا الاشي لحالي، انا طلعت ستايلي لحالي، اسلوبي لحالي، تروح تاخده مني. وسكينة كثير ناس بقلدوها كثير. فلما حرجع على انستغرام حرجع بلهجتي الاصلية، اللهجة المغربية، لانه هذا حيريحني اكثر. هلا كمان شغله لازم ناخذها بعين الاعتبار، انه سكينه لهجتها مغربيه، فلهجتها مو كل حدا بفهمها، فهي بفيديوهاتها اليوتيوب تحكي بلهجه بيضاء، انه لهجه مفهومه من كل حدا، زي اللهجات اللي بيحكوها على التلفزيون مثلا، بيحاولوا يحكوا بلهجه كل حدا كل اللهجات بتقدر تفهمها. هذا عائق كبير موجود عند سكينه مش موجود عند باقي صناع المحتوى. ما بتقدر تطلع بسكينه جد، عم بتعطيكم سكينه قد ما بتقدر بس مش سكينه كلها. واللي فهمته كمان انه اهلها
وشعبها بالمغرب ما كانوا متقبلين لفكرة انه هي تحكي لهجة مش لهجتها، انه ليش ما تحكي باللهجة المغربية. فكأنه هذا الاشي كمان حط عليها ضغط نفسي. بصراحة كثير بدعم سكينة على هذا القرار، وكثير حبيت انه اجاها 58,000 تعليق. كثير حبيت انه متابعينها تقبلوا هذا الاشي. كثير في تعليقات انه ما تتركي واحنا بنحبك، ابصر شوي بعتبرها انانية هاي الشغلة، انه حاول تقبل انه صانع المحتوى شخص زيه ولازم ادعمه بهذا الاشي اللي هو فيه. كمان شغلة، سكينة لو رجعت على اليوتيوب ما فيها اشي، يعني في احتمال كمان شهرين زمن، ثلاث شهور زمن تحس حالها انه بدها ترجع، جاي بالها ترجع. يعني زي دايلر مثلا ترك اليوتيوب بس بعد ثلاث شهور رجع عادي، هو حس حاله بعد ثلاث شهور قادر انه يقدم محتوى كمان مرة، قادر، نفسيته بتساعد، فعادي ما فيها اشي. فلو قررت ترجع انا هجم عليها اوكي، بس هي حاليا شايفة انه القرار صح تترك، ندعمها 100%. كل الحب لسكينة، بتمنى تكون مبسوطة بقرارها وبس والله.